خلينا كمان نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. وفي مستهل زيارته إلى محافظة الأقصر، تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة طيبة التكنولوجية. كمان امبارح خلال هذه الزيارة وتفقد محافظة الأقصر، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على زيارة عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه في مستهل زيارته لمحافظة الأقصر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة طيبة التكنولوجية. وأكد رئيس الوزراء للطلاب أن الدولة تولي اهتمام خاص بالتوسع في الكليات التكنولوجية، حيث تعتبرها فكرة غير تقليدية بتسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، لأنها توفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، بتتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. امبارح وخلال زيارته لمحافظة الأقصر، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على زيارة عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية ومتابعة تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع المشكلات الخاصة بالكثافات الطلابية داخل الفصول، وأيضاً التعامل مع ملف سد العجز في أعداد المعلمين. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء على ما تريد الدولة من اهتمام لملف التعليم والعمل على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمختلف الجوانب الخاصة بمكوناتها وصولاً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة في هذا الصدد. أيضاً امبارح حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى من خلال تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي. خلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالمجمع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن برنامج عمل الحكومة يرتكز في جانب منه على تحقيق هدف استراتيجي بيتمثل في نظام صحي يشمل جميع المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الهدف الذي يندرج ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته بيتضمن السعي لإتاحة خدمات صحية متميزة وعالية الجودة. أيضاً امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير كورنيش البر الغربي ومنطقة المطاعم والممشى الزجاجي. في مستهل الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، الذي استعرض المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، وأشار إلى أن فكرة التصميم اعتمدت على تهيئة مرسى نهر النيل الرئيسي المواجه لمعبد الأقصر بالبر الغربي بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين، ده فضلاً عن اعتبار هذا المرسى هو بوابة العبور للبر الغربي عبر نهر النيل الخالد، مع إتاحة ساحة رئيسية مركزية بيحيط بها مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية، والتي تمثل ملتقى يبدأ من خلاله رحلة البر الغربي تجاه المعالم السياحية التاريخية المتواجدة به، والتي منها وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت ومعبد الرامسيوم.